المكسيكان نايت كانت قويت، الايطاليان نايت ولعناها، الامريكان نايت كل البلد حكي فيها، وهلا صار وقت اليابانيز نايت. بنبلش ببر مع السلامه. هي مفرومه بلا بصل وبلا ثوم. شو جاي تعمل؟ جاي اكل. ميدوز اجا من صيدا. شحم عند الجريل، رايس كفتة، وجوا في برجر هوم ميد ستايل، وفي سبمارين موجودين عليها كمان. ساندويش دجاج مطفى بالعرق بخبزة قديمة بترجعكم ايام طفولة. كيف طيب هيدا؟ لبنان، لبنان كله هون، لبنان القديم، لبنان التقليدي، لبنان اللي اشتقنا له، لبنان الصور الحلوه، لبنان الموسيقى، لبنان مع اكل لبناني with a twist and a modern touch. فهمت شيء؟ ما فهمت ولا كلمه ما انت بدي احكي بعد. كم عشتك؟ ليك عم بيطلبوا منا المستحيل. اعطونا طنجره ما بتسكر عليها. عم بقولوا لك روح شوف شو بدك تدبر راسك كيف تكبرهم، شو بدك تعمل؟ بدك تحكي على القانون وبدك تجرب تكون حربو. هيدي فيزيكس. برافو. وجدت مثل ما هي. تفضل. كأنه رح اتجوز او شيء. لا انا بدي انا بدوق انت بتتفرج علي وبتخبريني بكل حبة حياتي. هي شو؟ هيدي السبمارين تبع السناك اللبناني، عرفتوا هيدا السناك اللبناني؟ خاصة لأنه مكبوسة بالأنواع المختلفة. حبك لهالدرجة انت مطلوب؟ اي والله الناس كلها عليك ولبنان والخليل. اذا حدا عمره بقول لك اللي بتعمله ما له طعم عم بضيع وقتك غلطان كبير. انا صار لي 20 سنه ما جاي هون، باخر 4 سنين جاي هون 3 مرات because of you. والعلقه انا عم ننبسط انه ما جاي ومظلوم، يعني اكل طيب وجبال حلوين وبحر طيب وشعب طيب. شعب طيب منى بكون مره ما عم ما عم ساعتها انه احلى بلد بالعالم ما بكون عم كسبها ابدا. منى كانت بمطرح ما كانش حاطه مصاري بجيبتها. ام سوري ما معي مصاري. فإلا بكرة بعد بكرة ما تهتمي ما انجوي. ما في مطرح منى مرقت الا بقول له تفضل اشربي قهوة اشربي. انا ما بعرف مزبوط عليك ولا عصا؟ ناطرني رح اعمل لك برجر على طريقه علمتوني شكله لدرجة حلو ما عبالي حتى دقيقة. طلعوا اللحمة تبعه قديش مهمة. كول سلو جوا بطاطا. البرجر اللبناني ما بعرف مين اخترع هذا البرجر. كيف سيستم؟ سيستم تمعسوا هيك لحد ما يصير شكله هيك. هيدا
بطة جميلة. بيترك اللحم شوي حمرة. البطاطا بندورة فيه سويتنس كتير حلوة، السكر جوا كتير حلو جاي من الكاتشب. خبزته بريمو كواليتي، كله طعمي هو كامل كتير حلو. شاطر ها؟ شاطر ميدوس. قبل ما قلتوا شو رح ندوق هلا، خلينا نعرفكم على شخص على يوتيوب بيحضر كل الفيديوهات، بيترك كومنت على كل الفيديوهات ودائما ما بضيع، بيكتب NNN111. تعرفنا على بعضنا اليوم. مش معقول ما ناكل مع بعض. عندنا هون خبز محمص، عم تسمع الصوت. عندنا هون ارقص كفي، خبرهم كيف. قرشه من برا 100%، دبس الرمان. عندنا عرايس بتحطها هيك دبل، بصير عندك اربع لايرز. بلش من الطرف ما تعطى الهام. 1 2. اليوم بالسهرة رح ترجع 30 سنة لورا. أكيد. أنت وهالقد وشعراتك فرق عن نص. صعبة صعبة. عم تحكي اللي جوا، عم تحكي الشحنة، عم تحكي عم تحكي. الساعة القعدة الصغيرة الساعة ألف بحب، بس ممكن الساعة معكم؟ أكيد. هي تعالكم شو جايب؟ جايب كبة بشحنة ارتاوية. أهم شيء أهم شيء ممنوع تدق فيها السكين والحديد. هيدا بدها ايدين وبدها احساس. بدها هيك بتحط لها فيها الحديد بتغير طعمها. شطارة انك تقصها من فوق وتترك اللي والشحمة تحت. هول كثير رجيم، هول ليك ما فيهم شيء ابدا. هول ابدا ابدا. ايه انت عامل رجيم. فبتشيل شقفة شقفة. واو بتغطسها هون. يا سلام. بتحط لها شوية حمص. يا سلام. وبتبلش ظهر ايدك كبة بشحمة. هذه اصلها زغردات. دوري ممكن. على الفحم. يا سلام. هيك بعدين دب 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 بالشحمة. الشركة غير مسؤولة عن التياب والأضرار التي تنشع من أنا ما قصدي. وفينا نأكد اليوم أنه هيدا البان بيحمل كتير. أيوة خفف الليلة. اجتمعت الأحبة. والباقي ميد اللبن، كل شيء له علاقة بالقرص. بعدين جربنا كل شيء بالجاكيت بوتيتو أو اللودد بوتيتو تبع ميد باي نيتشر، بس بين أول ما كان شيء. جربنا كل شيء، حطينا فيها تلياني، أمريكاني، مكسيكي، وهلا باللبناني بيض أورما. الأورما اللي جايبها مثل ما شايفين هي أورما شقف منا مفرومة، يعني شقف برأس عصفور، تحت بيكون فيه بطاطا مع الزبدة مغطى مظبوط. بس لأنه عندنا طيب. حرقت الثاني. بيت بحور بالبطاطا، البطاطا بتبقى لك كل شيء، فعلا بتبقى لك كل شيء. وهون بميد باي نيتشر في وحده من اكثر البطاطا فيكم تكلوها بحياتكم. اول داي بركز بالليل. هو البطاطا. انت برغل البندوره هيدي الكمونه. البهارات مع الاعشاب مع البرغل صارت كمونه. هون اليوم عم بعملها هلا كبه بندوره. اوكي طبعا معها المردكوش والعطر وحبر. خبرين عنه للي ما بيعرف قديش مهمين بالجنوب من اي ضيعة جاية. اول شيء اهم شيء انه هيدي الكمونة حصريا للجنوب. بس 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 اسمع الكمونة خلص تقول الجنوب. اوكي اهم شيء هاي لانه الحلو فيها انه هاي جديد قديم.
قديم جديد، يعني كل العالم بلا بتعمل كمونة، من قديم كانوا يعملوا كمونة وبعد العالم يعني هي فيجن بلا لحمة وبتشبع كتير. أكيد هي لأنه برغل أعشاب 12 نوع بقار، بدك نعملها مع بندورة اليوم كبة بندورة، نعملها مع لحمة بنقول كبة لحمة، كمان كبة الباذنجان أنا ما عملتها مع الكمون، طبعا فيها صلصة، فيها بندورة بس ما فيها بصل، عشان ما بتعمل. سو نحن بيت الصفا، بنطلع نشوف اليوم عايزين عليك هون الطحينة والحلاوة، واللي بيميزنا عن غيرنا هو إنه السمسم تبعنا من السودان وجريد إيس هسمي، يلي هو اسمه جداريف. Not only is it made A, بس كمان it's kind of the traditional way, يعني on rock and clay. والحلو فيه إنه عم بسمع feedback هلا إنه خفيف طيب و which really describes قديش it's healthy, it's good للheart, لل it reduces inflammation, it reduces cholesterol, it's very good. طول ما انا بحب بطني لايلم بتحبني. قبل ما اطبخ بدي اقول انا بكل فخر لبنانيه من هالبلد الحلو الكبير، لكل شيء فيه طيب من اكله لشعبه لتأسه لثقافته لحضارته. وبليز ما عادش حدا يحكي شيء عن هالبلد الا شيء حلو، الاكل اللي عنا اكيد لانه الليله اللبنانيه بامتياز، اكل لبناني من كل لبنان. واليوم عنا لمسات خاصه من جنوب مع زينب، عنا كمونة البرغل، عنا الباذنجان بخلطة الكمون البهارات، عنا ورق العنب بالكوتلات شي فاخر ما تقولون اللحمة اللبنانية غير شكل، عنا قواطع، عنا فريكة مع الدجاج، أكيد 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 عنا المقالي، عنا الفطاير، شوفوا هالتشكيلة الكبيرة، ما ننسى المغنى المهلبية والعصير الليموناد الطبيعية 100%. عم تاكل عم بتطعمي؟ بتاكل بتطعمي وبعمل اكل كتير طيب عن جد. كله هيك؟ هيدا كله من عند الست ماي. فورسيون وحده؟ هيدا من العيلة وحده عند الست ماي هيدا. حلو الاجواء شو اسمه صوتك؟ شكل الاكل طيب؟ كثير اكلته كثير. ايفنت الليله رائع، نحن بنقول لكم ميرسي اذا جيتوا، بنقول لكم ميرسي اذا ما جيتوا، حضرتونا على السوشيال ميديا، وبنقول لكم انه الايفنت اللي بعده رح يكون بعد احلى واحلى، وميرسي لدعمكم ووجودكم حدنا وهالمحل جوا وبرا، واليوم فتحتوا لنا قلبنا وقلب كل حدا من برا لبنان عم يحضر عم بيقول هيك بنشوف شو عم يصير. هيدا رح يحضروه اليوم وبكره رح يحضروه. دائما نعزمه لبكره. دائما نعزمه، نحن مره بالشهر على فارمرز ماركت ومرتين بالشهر على سبيشال نايتس. وعندنا هالمحل اللي فاتح كل يوم من 8 ل 8 كل يوم كل يوم كل يوم. عزمهم سو حضرتوه ما حضرتوه كذا زهقت ما في مشكله اي بدنا تحضروه. كل يوم فيكم تجوا عندنا من 8 ل 8، اوقات فيكم تجوا تاخذوا سيلفي معهم.